تعالى بقى معايا في الفيديو ده اوريك احسن الجوانتيات اللي نزلت في المحل اللي انا دايما بشتري منه. طيب يا جدعان، المشكله ان معظم الجوانتيات اللي انا هعرضها دلوقتي دي مش اصليه، لكن الجوانتيات دي كويسه جدا وهتنفع معاك للتمرين والماتشات. اهم حاجه بس وانت بتشتري الجوانتي تركز على الجريب وعلى الظهر وعلى تصميم الصابع وعلى الاستيك، لان دي اهم العوامل اللي انت بتختار على اساسها الجوانتي. طبعا في المحل ده موجود جوانتيات كتير جدا، منها جوانتيات للناشئين وموجود جوانتيات للبراعم وجوانتيات للفريق الاول. طبعا بتختلف في الجوده، جوانتيات الفريق الاول احسن جوده في التصميم، وبرده جوانتيات الناشئين كويسه جدا. جوانتيات البراعم مفيش حاجات منها كتير حلوه، لكن في منهم النوع اللي انا بعرضه دايما. والجوانتي اللي انا بعرضه لكم ده بقى اول جوانتي انا هتكلم فيه، وده احسن جوانتي. برده موجود الجوانتي اللي انا بشيل منه الصوابع، موجود بقى نوع جديد جدا من الجوانتيات اسمه البترا. البترا ده موجود منه كتير، وموجود برده جوانتيات البومه. وانا طبعا في الفيديو ده هعرض لكم كل جوانتي فيهم بالتفصيل، واقول لك ايه المميزات في الجوانتي ده وايه العيوب برضو اللي موجوده فيه. تفتكروا ليه بقى انا قلت على الجوانتي الرئيس ده احسن جوانتي واكتر جوانتي عجبني؟ هقول لك ليه. الجوانتي ده طبعا انا لعبت بيه ماتشات كتير جدا، وكان برضو شكل مختلف، وهو اللي معايا حاليا اللي انا بلعب بيه الماتشات. انا من نوع الحراس اللي بتحب تلعب دايما بجوانتي عظم، وجوانتي الضهر بتاعه بقى سافنج والاستيك ده طويل، ده النوع اللي انا بفضله. ودي طبعا تختلف من نوع حارس لنوع حارس تاني طبعا، لكن الفكرة كلها لو انت بتحب تلعب بجوانتي عضم فده اكتر جوانتي انا برشحهولك. الجوانتي ده بصراحة الجريب اللي فيه ممتاز، والتصميم اللي بتاعه عالي جدا زي ما انتوا شايفين، ده طول الاستيك. طبعا الاستيك لما يتلف على ايدك كذا مرة وتعرف تحكم ايدك بالطريقة المناسبة او بالطريقة اللي تريحك، طبعا اعرف احرك ايدي بكل سهولة. الجوانتي ده عضم لكن هيساعدك في تحريك ايدك زي ما انت شايف. طبعا خامة الجريب او شكل الجريب او طبقة الجريب، طبقة الجريب اللي في الجوانتي عالية جدا وهيساعدك انك تمسك الكرة بسهولة، بس حاول تحافظ عليه وتخليه للماتشات بس مش للتمرين والماتشات، لان انت لو استخدمته في التمرين طبقة الجريب اللي فيه هتقل معاك بالتدريج. من اكتر الجوانتيات بقى اللي انا بحبها وبنصحك تستخدمها في التمرين وهيساعدك جدا في التمرين هو الجوانتي الرش ده. طبعا الجوانتي الرش ده طبقة الجريب اللي فيه برضو كويسة جدا، بس هي مش بنفس جودة طبقة الاديداس، فعشان كده بقى انا رشحته لك للماتشات مش للتمرين. لكن برضو انت لو هتستخدمه في الماتشات فانا منصحكش تتمرن بيه، حاول دايما تبقى عامل جوانتي للتمرين وجوانتي للماتشات، عشان ما ينفعش جوانتي الماتشات يبقى مهلك او الجريب اللي فيه قليل عشان الكرة ما تقعش من ايدك. زي ما انت شايف تقفيل الجوانتي الراش 10/10. الحراس بقى اللي طلبوا مني نعرض لهم جوانتي بسعر رخيص وحنان في السعر، الجوانتي الاداس ده كويس جدا، بس ده نصيحة مني ما تلعبش بيه الماتشات. ليه؟ لان الجريب اللي فيه او التصميم بتاعه مش بنفس جودة الجوانتيات التانية، لكن ده كويس جدا للتمرين والصابع اللي فيه عضم، فده هيحمي صابعك من اي اصابة. هو التصميم بتاعه كويس والتقفيل برضه كويس، بس مش بنفس جودة تصميم الجوانتيات التانية. زي ما انت شايف طبقة الجريب اللي في الجوانتي ده ممكن تزعلق سنة بسيطة، فلو بتلعب بكرة مثلا الكرة تبقى ناعمة فالجوانتي ده مش هيساعدك انك تمسك الكرة بسهولة. انا انصحك انك تجيبه للتمرين، لان انت لو بتتمرن مثلا بكرة ناعمة والجوانتي وقع الكرة وقعت من ايدك اثناء التمرين في الماتشات، لو انت اضطريت انك تلعب بيه هتعرف تأدي بيه بشكل كويس، لانك متعود انك تلعب بيه بشكل كويس. زي ما انت شايف انا عارف احرك ايدي فيه بكل سهوله وببساطه، بس طبعا العظم مقصر شويه، لكن الجوانتي ده كويس جدا معاك في التمرين. انا برضو من نوع الحراس اللي احب اتمرن بجوانتي زي ده وينفع معايا في التمرين. حراس المرمى بقى اللي سالتني على جوانتي ما يكونش عظم والجوانتي ده خفيف، انا انصحك بالجوانتي الرئيس ده، لان ده بصراحه من احسن الجوانتيات الخفيفه. طبعا اهم حاجه اللي فيه الجريب، التصميم بتاعه 10/10 وكويس جدا، بس انا هقولها اي مره وهقولها كذا مره، الجوانتي ده للماتشات بس مش للتمرين، لان الجوانتي ده مش هيستحمل معاك التمرين وهيبوظ منك بسرعه لو انت بتتمرن على نجيل صناعي والتمرين بتاعك هيبقى جامد. انا انصحك بيه للماتشات، وده لو انت بتلعب ماتشات على نجيله طبيعي او نجيله صناعي هيعمل معاك اداء كويس. الجوانتي ده بقى لعب بيه حراس كتير جدا زي كورتوا مثلا. كورتوا بيحب يلعب بالجوانتيات اللي هي بتبقى خفيفه اللي هي مش ماسكه او عامله حجم كبير في الايد. موجود برضو منه اللون الابيض، هو نفس الجوانتي الاسود البريدتور ده. طبعا انا انصحك بيه لان الجريب اللي فيه عالي جدا، وده اكتر جوانتي لو انت حارس مرمى ما بتحبش تلعب بالجوانتيات العظم فده اكتر جوانتي انا انصحك انك تلعب بيه الماتشات. بس هو بس العيب الوحيد ان هو مفيش منه تصميم البراعم، التصميم ده للناشئين بس، مقاس 8 و9 و10. تصميم الظهر كويس وتصميم الصابع كويس، والجوانتي ده عن تجربه كويس جدا بصراحه. الجوانتي الناك ده بقى كويس جدا جدا جدا، وانت ممكن تضرب بيه عصفورين في حجر واحد. ازاي بقى؟ الجوانتي ده هينفع معاك للتمرين والماتشات. ليه هينفع معاك للتمرين والماتشات؟ شايف الصابع اللي في الجوانتي دي، انت ممكن تطلع العظم من الصابع وتستخدمه في الماتشات، وممكن تركب العظم تاني وتستخدمه
في التمرين. لو انت حارس مرمى مثلا وخايف على نفسك من الاصابه في التمرين، تقدر تتمرن بالصابع العظم. لو انت حارس مرمى وحابب انك تلعب الماتش من غير اي عظم او من غير الصابع العظم، تقدر تشيل العظم من خلال الفتحه دي وتنزل تلعب الماتشات من غير العظم. ده طبعا لو انت حابب توفر وما تجيبش جوانتين، لان برضو الميزه التانية اللي في الجوانت ده طبقه الجريب اللي فيه كويسه جدا. الطبقه دي خشنه فهتستحمل معاك التمرين، يعني هيقعد معاك فتره طويله قوي لو انت بتتمرن وبتلعب بالماتشات. فانا انصحك بالجوانت ده بصراحه لو انت حابب توفر وتجيب جوانتي يستحمل معاك الحاجتين. طبعا زي ما انت شايف تصميم الاستك بتاع الجوانت ده كويس جدا، العيب بس ان الظهر من البلاستيك فتحرك ايدك بصعوبه لو انت عايز تعمل قبضه. لكن بالمجمل الجوانت ده خد 8 من 10، لان العيب اللي انا لسه ذاكره لك ده مش هديله 10 من 10. حراس المرمى بقى اللي بتحب خامه بومه، موجود الجوانت البومه ده، والجوانت البومه ده برده كويس جدا، وبرده ميزته ان سعره مش غالي قوي، هو كويس جدا معاك في التمرين لكن مش في الماتشات، لان الجريب تصميم الجريب اللي فيه مش هيساعدك انك تلعب الماتشات. طبعا انا هقولك على نصيحه، تعرف الجريب اللي في الجوانت عالي ولا لا؟ لو انت مثلا جرب تحط ايدك على الجريب، لو لقيت ايدك بتتزحلق بسهوله فالجوانت ده تصميمه وحش، تصميم الجريب اللي فيه هيبقى قليل. لكن لو لقيت ايدك انت بتحرك ايدك بصعوبه في الجوانتي، فالجوانتي ده تصميمه كويس جدا. وبرضه نصيحة تانية مني، قبل ما تشتري جوانتي حاول تجرب تمسك بيه الكورة بإيد واحدة، لو قدرت تمسك الكورة بإيد واحدة فاعرف ان الجوانتي ده كويس جدا من غير اي شك. ميزة الجوانتي بقى ده ان الظهر بتاعه معمول من السفنج، فانت تعرف تحرك ايدك بكل راحة وبكل سهولة. لو انت حابب تعمل ايدك على شكل قبضة في الركنيات هتحركها بكل سهولة وبكل بساطة. من اول الجوانتات اللي بوما تعملها وتعجبني بصراحة كتصميم وكشكل، وبرضو الاستيك اللي فيه كويس جدا وبيحكم على ايدك بكل ريحية. في بقى جوانت كويس جدا انا ما بتكلمش عنه نهائي، هو الجوانت البترا. الجوانت البترا ده بقى كويس ليه؟ الجوانت ده فيه مميزات وفيه عيوب، هقول لك على الاول على مميزات وبعد كده اقول لك على عيوب. المميزات ان الجوانت ده بص واصل لحد فين، لما انا لبسته واصل لحد بعد ما اقسم ايدي بشويه، ودي حاجه كويسه جدا. إن زي انك تكون دمجت الجوانتي وايدك في شيء واحد، ان الجوانتي بقى هو ايدك، تمام؟ فدي ميزة تتحسب للجوانتي. تاني حاجة الجريب اللي في الجوانتي كويس بس مش اعلى حاجة، تمام؟ انت لو عايز الجريب يكون اعلى حاجة فهو الجوانتي اللي انا وريته لك في البداية، لكن الجوانتي البترا ده مش اعلى حاجة، فعشان كده ننصحك بيه للتمرين مش للماتشات. تصميم الصابع كويس جدا والاستك اللي فيه برضو كويس، لكن العيب اللي انا بتكلم فيه ان الظهر اللي فيه معمول من البلاستيك، فانت عشان كده ده مش هينفعك في الماتشات. انت مثلا لو حبيت انك تلعب الكرة بالبوكس، لان تصميم الظهر اللي معمول من البلاستيك مش هيخليك تعمل قبضة بسهولة او مش هيخليك تحرك ايدك بسهولة زي ما انت شايف لو انت حابب تطلع على الكرة وهي ركنية. عشان كده بقى ننصحك بالجوانت ده للتمرين مش للماتشات، علشان ما يساعدكش انك تقع الكرة من ايدك بسبب الجريب القليل، او مش هيساعدك انك تعمل حركة ايدك بكل سهولة بسبب الظهر اللي معمول من البلاستيك. طيب وكده بقى انا خلصت الجزء المتعلق بالجوانتيات. في الجزء المتعلق بالاسترزات، تمام؟ موجود في المحل ده برضو استرزات وترتان للبراعم والفريق الاول والناشئين، وموجود استرزات هاي كوبي عالية جدا تكاد تكون شبه اصلية. لو انت حابب بقى ان انا اعمل لك جزء تاني وعرض لك احسن الاسترزات اللي موجودة في المحل ده، اكتبلي في التعليقات اعمل لك جزء تاني ولا لا. لو عايزين تعرفوا الاسعار برضو اكتبولي في التعليقات، هقول لك احسن انواع الاسترزات اللي هتفيدك للنجيلة الصناعي والنجيلة الطبيعي، واللي تلعب بيهم خماسي واللي تلعب بيهم الماتشات بتاعت الدوري. انا كده خلصت الفيديو، اتمنى لو الفيديو عجبك تضغط لايك وتشترك في القناة وتستناني في الاجزاء الجاية. اشوفكم في الفيديوهات التانية كتير. السلام عليكم.